مشاهدينا بنحييكم بهالحلقة الجديدة من نبض بيروت اللي راح نتابع فيها كل التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية وارتباطاتها، طبعا ملف رئاسة الجمهورية، ملف حاكمية مصرف لبنان، علما أنه في هذه الأثناء يمثل أيضا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام القضاء اللبناني ليتم إبلاغه بالإشارة الحمراء الصادرة عن الانتربول، وأيضا بالموضوع الادعاءات الألمانية عليه. كل هذه الملفات ارتباطاتها، أيضا الملف الأمني اللي رجع إلى الواجهة بالساعات الماضية في ضوء خطف المواطن السعودي، كل هذه الملفات وغيرها بصرنا نتابعها مع ضيفنا أستاذ عاصم قصير الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا فيك يا أهلا أستاذ. فيك ومساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. أهلا فيك ضيف عزيز. خليني أبلش معك بملف رئاسة الجمهورية، هذا الملف اللي كنا بحالة ركود تقريبا رجع تحرك بالساعات أو بالأيام الأخيرة. أولا المعارضة اتفقت على اسم جهاد أزعور حتى هذه اللحظة، البطريرك الماروني من الفاتيكان إلى فرنسا، بدنا نعرف، طلع بيان عن الإليزي ولكن مثل العادة يعني بيان عمومي، ناطرين تفاصيل هذا اللقاء. ريت عنوان من امبارح تقريبا بيقولوا فيه انه البطريرك الماروني يمشح ترشيح سليمان فرنجية بإشارة الى موت هذا الترشيح، توافق ولا لا؟ أول شيء مجددا مساء الخير لحضرتك وللمشاهدين. أنا تقديري لازلنا في مرحلة البحث عن الرئيس، يعني لم تحسم الخيارات، يعني حتى لو تم تبني المعارضة لترشيح الأستاذ جهاد أزعور، يعني ما بيعني إنه نهاية ترشيح الأستاذ سليمان فرنجية وحسم ملف. نحن بوضع داخلي منقسم يعني بشكل واضح، يعني انقسام عمودي، ولذلك لا أحد يستطيع أن يحسم معركة رئاسة الجمهورية لوحده. لا الثنائي حركة أمل حزب الله بيقدروا يوصلوا رئيس جمهورية بدون شريك مسيحي فاعل وقوي، وهذا واضح، يعني سواء لأسباب تقنية يعني بالمعنى الانتخابي 65 صوت و86 صوت، طبعا ولا بالمعنى الميثاقي. كمان ما فيك توصلي رئيس جمهورية بظل إذا كان صار في معارضة مسيحية. بالمقابل كمان بدنا ناخذ بالاعتبار انه كمان القوى المعارضه، سميناها هلا صارت كلها قوى معارضه، او القوى التي ستدعم، بعد لهلا ما صار في اعلان رسمي، عم نسمع مواقف متفرقه لكن لم يتم الاعلان الرسمي، لكن كمان هذه القوى حتى لو تشكلت ولو امنت 65 صوت للاستاذ جهاد ازعور، انا برايي اذا ما كان في توافق مع حركه امل حزب الله لهذه المعركة كمان رح نروح على أزمة تانية. نحن بحاجة يعني إلى نوع من الحوار، هو طبيعي يعني إلى نوع من تسوية تضمن للجميع، لا لأنه البلد لا يتحمل اليوم رئاسة أحادية، حتى لو لم يكن، يعني يمكن الفرق ما بين الأستاذ جهاد أزعور والأستاذ ميشيل معوض أنه الأستاذ جهاد أزعور أول شيء دعم الآن من تيار الوطن الحر وتبنوه الآخرين، هذه طبعا خطوة متقدمة، وبخطابه السياسي منه خطاب حاد يعني، وصار في تواصل صحيح. بينه سواء مع الرئيس نبيه بري أو مع قيادة حزب الله، والكل بيعرف أنه كان في علاقات ولقاءات. تواصل عم نحكي عن خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت. خلال زيارته الأخيرة حسب المعلومات أنه التقى بالرئيس نبيه بري، قبل زيارته الأخيرة في معلومات ذكرها الأستاذ إيليل فرزلي وذكروها أكثر من مصدر أنه التقى ب مسؤولين بحزب الله وعلى رأسهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، إضافة إلى أنه شقيق الأستاذ جهاد أزعور، يمكن هو رجل أعمال كمان كان عم يلعب دور للتواصل ما بين الأستاذ جهاد أزعور وبعض القوى السياسية. هلا ميزة الأستاذ جهاد أزعور قياسا لموضوع الأستاذ ميشيل معوض، إذا بنحكي من هذا الموقع، أنه هو حريص على أنه يقدم موقعه أنه أو ترشيحه في حال تم الإعلان الرسمي، بالحرص على التسوية مش على انه ما بده يكون مرشح تحدي. طبعا نقطة تانية، البعض بيرجع بس بيستعيد، هذا لا يعني انه هو لن يقبل ان يكون مرشح هذا الفريق. هلا ما بعرف، هذا يعود هلا ما سرب عنه اي ببعض وسائل الاعلام انه هو في حال فقط لم يحصل توافق على ترشيحه هو لن يكون في وجه الاستاذ سليمان فرنجي، هذا ما نقل عنه بشكل غير رسمي حتى الان. لا يوجد اول شيء ترشيح رسمي، بدنا نفترض ننطر البيان، لانه هني حسب ما سمعت انا من الاستاذ جبران باسيل انه مش بس بده يتم اعلان ترشيحه، في برنامج بده أكيد. يكون في برنامج على ضوءه بده يصير فيه اما حوار او توافق مع الاخرين. وانا تقديري نحن بلحظه اول شيء في ضغط خارجي واضح
للأطراف اللبنانية أنه لازم تعجلوا بهذيك النقطة. الثانية الأمور صارت أكثر وضوحا، بغض النظر في وجهة نظر تعتبر أنه حتى لو تم تبني أستاذ جهاد أزور قد لا يكون تبني نهائي، ممكن هذا الهدف منه إسقاط سليمان فرنجية للوصول إلى مرشح ثالث، ما بعرف. هذا خطاب حزب الله ورئيس نبيل برد. أنا تقديري، هذا رأي شخصي يعني حقيقة، لا يستطيع حركة أمل، أو لا تستطيع حركة أمل حزب الله أنه يروحوا بمعركة رئاسية دون الأخذ بالاعتبار البيئة المسيحية الغالبة، يعني ما فيك إلا إذا نجحوا، يعني إذا كمان ما بعرف هلأ بما يسمى المعركة الانتخابية، إذا رحنا على معركة انتخابية افتراضا وكان في مرشحين الأستاذ جهاد أزغر ونجح الأستاذ سليمان فرنجي أنه يأخذ أصوات أكثر من أصوات 65 صوت افتراض بمعركة انتخابية، كمان هون بدنا نكون أمام حدث البعض شبهه بحدث 1970 ما بين خيار سليمان فرنجي الجد والياس سركيس. حتى الآن بالمعطيات ما قدر لا الأستاذ سليمان فرنجي نجح أنه يأخذ 65 صوت، ولا الأستاذ جهاد أزور حتى الآن محسوم ال 65 صوت. رغم ليش؟ خلينا نفند شوي مشهد المجلس النيابي اليوم. إذا في 44 صوت كانوا عم يعطوا ميشيل معوض، صح؟ صحيح. 44 يضاف لهم أصوات التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي، يعني صرنا على مشارف هلا ما هون صوت. ما هون هي الموضوع، يعني أنا بتذكر اللي بيعرفوا، هلا أنا كان عمري 10 سنين بال 70، يعني بتذكر ملامح المعركة الرئاسية بس ما كنت عندي يعني لوعي سياسي، ولا كنت هيك سمعت انه كيف انتخب سليمان فرنجي وكيف تم اطلاق المعركه الانتخابات 1970. يمكن اكثر واحد زميلنا نقوله نصيف متخصص بالانتخابات الرئاسيه، انه كثير كانت على نص صوت يعني بين 49 و50، وانه حتى داخل المعركة كان في خيانات، مش خيانات بمعنى امبارح وكاتب لان عن موضوع الخيانات، تعبير بمعنى انه في ناس كانوا بكتلة معينة وانتقلوا لكتلة تانية وغيرت مجرى الانتخابات بلحظة ما. ما حدا يراهن منذ الان انه والله رح الامور محسومة مطلقا. هلا طبعا امبارح حسب ما كتب اليوم بالاخبار اللقاء اللي صار بتكتل تغيير كان لقاء كتير يعني نقاشات عميقة وحوارات. أنا برأيي يعني مش مهم بس انتخاب رئيس، يعني إذا بدي نحكي لبنان مش بس بحاجة لرئيس، مع أهمية انتخاب الرئيس لبنان بحاجة إلى مشروع متكامل. ما فيك تجيبي رئيس جمهورية وآخر شيء يصطدم طبعاً بالقوى السياسية وقوى فاعلة. بغض النظر أنا ضد منطق أنه واحد ما له حق يمنع الثاني ياخد خيار، ما حدا بيقدر يمنع سواء تكتل تغيير الإصلاح إذا بده أنه والله حزبة أو قوة ياخدوا خيار، حقهم. وهذا اللي كان عم بيطالب فيه الرئيس نبيه بري، يعني منذ فتره الرئيس نبيه بري وحزب الله عم بيقولوا للقوى الثانيه اتفقوا على خيار وتعالوا لنشوف شو بدنا نسوي. بس مش صار في تناقض بمكان معين استاذ؟ انا تقديري قالوا لهم يعني سموا وروحوا خلوا يكون عندكم مرشح، اذا بدنا نحكي بموضوعيه الان ما حدا بيقدر يقول انه اذا في حصل اتفاق واعلن الاتفاق يعتبر انه هذه خطوه بس مناوره. ما انتم كنتوا عم بتطالبوا رئيسنا به بري وحزبه انه تعوا يا جماعه انتم ما عندكم 16 مرشح او 10 او اتفقوا على رئيس حتى نتفاهم. فمجرد ما صار في ايحاء بامكانيه التفاهم صار في تشكيك بالتفاهم، وهذا مش منطقي اذا بنحكي بموضوعيه وبدون اي خلفيه معينه. هلا بس هذا الاتفاق لوحده بيوصل رئيس الجمهوريه، حتى نفسه بتصور استاذ جهاد أزغر حسب ما نقل عنه، انا ما في معرفه شخصيه، انه ما بيقدر، هو بيعرف حساسية وضع البلد، ما بيقدر يجي رئيس جمهورية في مواجهة بالحد الادنى اذا بدنا نحكي ميثاقيا يكونوا الكتلتين الشيعيتين الكبار بالبلد يكونوا ضده مثلا افتراضا، غير انه حتى الاستاذ وليد جنبلاط حزب التقدم الاشتراك اللي كان داعم وطرح اسم الاستاذ جهاد أزغر من ضمن اللائحة اللي صار نقاش فيها مع حزب الله او مع التيار الوطن الحر، كمان صار في عندهم حالة تردد انه في حال كان ترشيح الاستاذ جهاد أزغر سيؤدي الى نوع من تحدي فنحن بدنا نروح على ورقه البيضاء، وهذا طبعا بيسحب مجموعه اصوات من الاستاذ جهاد أزغر. بس مين قال ورقه بيضاء؟ لانه كمان هون تتضارب هيك المعلومات، هيك نشر هلا بالاخير لانه اخر شيء جهاد أزغر كان ضمن الاسماء اللي طرحها وليد جنبلاط، كان طرحها لكن ما سرب بالايام الماضيه عن موقف حزب تقدم اشتراكي عن طريق بعض نواب اللقاء الديمقراطي، انه احنا اذا كان الموضوع هو تحدي
مرشح ضد مرشح، فنحن بدنا يمكن نروح على الورقة البيضاء. وهيك حتى الأستاذ وليد جنبلاط بأحد حواراته يمكن مع الزمير ألبير كوستانيان قال ممكن نروح على الورقة البيضاء. أنا تقديري اليوم الشيء الجيد اللي عم بيصير هو الوضوح، بمعنى الذهاب إلى معركة انتخابية صحيح. حقيقية. هلأ هل المعركة بتوصل الرئيس أو ما بتوصل الرئيس ما بعرف، يعني هلأ ما بدنا نشوف كيف بدها تصير الأمور، بس كمان ما فينا نضل نطالب بشيء ونرجع نتراجع عنه. يعني رئيسنا به بري كان عم بيقول له للقوى الثانية تعالوا إذا صار عندكم مرشح وصار في عندنا مرشحين نعمل جلسة. لازم نروح على جلسة انتخابية، لكن بالوقت اللي عم نخوض فيها المعركة الانتخابية، المسألة مش بس مجرد معركة انتخابية، سواء المرشح نفسه بده يكون عنده حرص على أنه يمد خطوط التواصل مع الآخرين، أو نفس هالقوى اللي هي لازم كمان بمشروع اللي بدها تقدمه أو بالرؤية اللي بتقدمها تكون عم تفتح مجال لحوار أو لنقاش، حتى يمكن هلا طبعا لهلا هني موقفهم اعتراضي. هذا بدي اسالك، اي حوار استاذ اليوم لما كلام حزب الله واضح وكلام الرئيس بري واضح، الرئيس بري بيقول خطتنا الالف سليمان وخطتنا ب فرنجيه، حزب الله بيقول انه لو بقي الفراغ 10 سنين نحن لا مرشح لدينا هذا لا الا يمكن، سليمان فرنجيه. انا برايي ما في مجال. هلا هن حقهم يدعموا مرشح اذا حقهم بالمعنى الانتخابي، ايه بس هذه اللغه بس ما اللي في البعض هون. بيعتبرها لغه تعالي. انا عم بحكي الان رايي تفضل. شخصي، هذا مش يعني لا بقدر احكي عنهم او شيء، كمواطن او كمراقب او شيء، ما فينا نضل نحكي بهذه اللغه. يعني هذا موضوع، اول شيء هذا موضوع ما ممكن يتعالج، خصوصا انه هذا الترشيح مش عم بيكون بوجه، يعني لا بوجه طائفي افتراض اذا المنظور طائفي، ولا بوجه قوى سياسيه. وحسب المعلومات اللي مره يمكن نشروها يمكن يوتيوبي من شي شهرين كمان، كان في نوع من عرض قدمه يمكن الاستاذ جهاد ازعور لقياده حزب الله انه خلينا نتفاهم على اداره الاقتصاد وعلى موضوع المقاومه، وانه موضوع المقاومه خارج الان. اذا مضبوطه هاي المعلومات كمان تبدل دليل انه الرجل منه رجل استفزازي كشخص، يعني طبعا هلا جاي من البنك الدولي، كان وزير بحكومة الرئيس سنيورة افتراضا، الملاحظات حتى داخل التيار الوطني حسب ما سمعت تكتل التغيير والإصلاح كان عنده ملاحظات انه استاذ جهاد أزعور ما هو اللي كان ضمن الإبراء طيب المستحيل. تيار بيسوى يكون عنده هذه الملاحظات، بس حزب الله كل الشريك الأطراف الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس نبيه بري بيسوى يكون عنده نفس الملاحظات. الأهم مش بس انتخاب الرئيس، الأهم ضمن أي إطار سيأتي انتخاب الرئيس، هل سيأتي في إطار معركة تحدي واستفزاز أو لا، بده يجي ضمن إطار البحث عن خيار لمصلحة البلد. إذا بتيجي لأي شخصية، أنا شخصيا ما عندي مسبقا، انا ما بعرف شو هلا حسابات حزب الله وحركة الامل بهذه اللحظه، انا كنت عم تابع وعم بسمع وجهه نظر وهن كانوا عم بيقولوا على الاقل حزب الله، اذا الرئيس نبيه بري قال الف وب سليمان فرنجي، بس حزب الله كان عم بيقول علنا انه نحن تعالوا تفاهموا بنعمل حوار. طب اذا بهذا الحوار ما اقتنعوا الاطراف الثانيه بسليمان فرنجي، بنضلنا نحن سليمان فرنجي او لاحد؟ ما فينا، يعني عم بحكي بالمنطق اللبناني، بالمنطق الشراكه، بمنطق الميثاقيه او شيء. جهاد ازعور ما اجى، يعني اذا انتم كنتوا عندكم اشكاليه على ميشيل معوض لاسباب معينه انه ترشحته المعارضه او والله في اشكاليات حول مواقفه وعلاقاته، طب هذا شخصيه تانية فاتحه حوار ونقاش وعم تحرص تقدم رؤيه سياسيه او خطاب سياسي يعني منفتح، بدي اقول مش مقفل بالاخير. والاهم مش بس معركه رئاسه الجمهوريه، في حال بده يروح على الانتخابات بده نتفق على كمان بقية الخطوات اللي كان في حديث عنها بالمشروع الفلاني. نحن لم نعد نتحمل، يعني مع احترامي لكل المواقف اللي بتطلع، انه لا الموضوع مش بس موضوع صبر وموضوع تحمل، في بلد كل مانو عم بيعيش ازمات افتراضا، في شريك تاني بدك تاخده بالاعتبار، ما فيك انت تروح على معركة الانتخابات الرئاسية وتقول له للشريك الثاني انه انا بس هالقد وانتهت القصة. بس ليش يا استاذ اليوم حزب الله اللي بمرحلة طويلة جدا كان حريص على هذا الشريك المسيحي، وقع وثيقة التفاهم مع التيار الوطني الحر، الرئيس نبيه بري على الأقل في كلامه على الأقل شو بده بالممارسة كان إلى حد ما يظهر بمظهر أنه مادد اليد للمسيحي، ما بده يعني عملنا قصة وسيم منصوري أنه ما بدنا ما بنقبل يتسلم وسيم منصوري حتى ما يتنفهم تعديات على المسيحيين. ليش فجأة صرنا بخطاب أنه نحن نفرض مرشحنا عليه؟ هلا مش هني ما عم بقول نفرض،
بفرض مرشحنا عم بيقولوا انه عندهم انا بتقدير اللي صار بكم يوم لانه الامور صارت بسرعه، ما كان حدا متوقع، نحكي بالجانب هيك الواقعيه، ما كان حدا متوقع انه يتم توافق بين قوى المعارضه ومع التيار الوطني الحر على مرشح، ومرشح طارحه الاستاذ جبران باسيل مش العكس. نعم. يعني كان البعض عم بيقول هن طارحين مرشح، تعوا انتم لعنا اول شيء. لكن ان تتفق المعارضه، طبعا هذا نتيجه عده اعتبارات، انا برايي الاعتبار الاول تفاهم السعودي الايراني وعوده سوريا الى هذيك، والضغط الخارجي اللي عم بيقول لهم للقوى تفاهموا، يعني السعوديين عم بيقولوا لهم للقوى، الفرنسيين كل عم بيقول تعوا تفاهموا، بغض النظر هلا موقف الفرنسي وين صار ما بعرف بالمعلومات. هذا الضغط انا برايي خلى ما يسمى قوى المعارضه سابقا تروح خطوه ايجابيه باتجاه التيار الوطني الحر. هذه كانت مفاجأة أنا برأيي لحركة أمل وحزب الله، إذا نحكي من ناحية الموضوعية، لأنه لحديت ما قبل ما يعلن الأستاذ جبران باسيل علنا وهلا الدكتور جعجع أنه نحن عم نتبنى جهاد أزعور، كانوا هني شاكين أنه رح يصير في اتفاق أو لا، وكان في سعي حسب ما بعض المعلومات يعني أنه لا تواصل مع الأستاذ جبران باسيل، أنه ما تروح على خيارات استفزازية لحزب الله أو لا شيء، حتى مش أنه البعض اعتبرها مثل تهديد، لا أنا برأيي يبدو كان في نقاش انه انت اي خيار بدك تاخده، هذا الخيار اذا اخذته تقطع مع حزب الله نهائيا او بتفتح مجال للحوار او النقاش. الاستاذ جبران باسيل حكي بوضوح وبصراحه باخر مقابل له بعتقد يمكن على العربيه وبعدين على باحدى الجرايد، نحن لا احنا مش قاطعين، ونحن هذا خيار وهن عندهم خيار. لذلك اليوم ما فيهم نحكي بجرأة وبصوت واضح وعالي طبعا. من باب الحرص مش من باب الإشكال، ما فيهم حركة أمل حزب الله يقولوا نحن هذا خيارنا وفقط لا غير، فيهم يقولوا نحن هذا خيارنا تعالوا نتناقش افتراضا، والآخرين نفس الشيء، وبيرجع المعركة الانتخابية بتصير حقيقية واضح. إذا حسمت المعركة بين هذين الخيارين ولم يتم، انه هني شو عندهم شك امل وحزب الله انه الهدف من ترشيح سليمان فرنجي والوصول الى مرشح ثالث، نبحث عن خيار ثالث، هيدا السيناريو انه العماد جوزيف عون ناطير صحيح. او حدا هيدا السيناريو رح نحكي فيه ولكن بعد هيدا الفاصل، فاصل وراجعين. رجعنا لكم مشاهدينا تنتابع صواهد الحلقة، أستاذ عاصم قصير بنرجع بنرحب فيك. بدي كفي من حيث انتهينا قبل الفاصل، كنت عم نحكي عن سيناريو افتراضي لهذه الجلسة. أول شيء إذا بدنا نعمل هيك شوية بوانتاج على السريع، حضرتك مش مع البوانتاج لأنه ما بنعرف بآخر تكة كيف طبعاً ممكن طبعاً تتبدل طبعاً الأصوات صحيح. ومين ممكن يصوت صحيح. لمين، بس حتى اللحظة ما بتعتقد أنه انسحاب وليد جنبلاط من رئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي كانت رسالة أنه هو أصوات اللقاء الديمقراطي ستكون بالجانب الآخر ولن تكون إلى جانب الرئيس بري؟ يعني بتعرف الحزب التقدمي بالزمان كان يعملوا نكتة، يعني ما ديك أنه إذا في مروحة انتزعت أحسن شيء يعلقوا فيها الأستاذ وليد جنبلاط لأنه بيحرق بسرعة فبتحرق طبعا. مع أنا حقيقة يمكن كمان الأستاذ جبران باسيل بهالمجال وصف مواقفه للأستاذ وليد جنبلاط أكثر شيء واقعي اليوم كثير، يعني أنا تقدير الأستاذ وليد جنبلاط يعيش مرحلة كثير دقيقة وحساسة، لذلك ما بده يقول أي شيء ياخده على محل يعمل مشكل، لأنه مثل ما بقولوا عندما تتغير الدول أو شيء أحفظ رأسك. واضح نحن أمام وضع جديد، يعني دولة وإقليمي وفي متغيرات، يعني مين كان حدا يتوقع أنه دعوة الرئيس بشار الأسد الى قمة جدة ويصير هو الحدث وعودة سوريا لجامعة الدول العربية، اتفاق الايراني السعودي وما بتعرف لوين بعد، شو بدنا هلا في العلاقات الايرانية المصرية، نحن امام مشهد. لذلك يمكن الاستاذ وليد جنبلاط عم بيقارب التطورات بكتير حذر، وهذه عم تنعكس على مواقفه الداخلية، كان ماخذ موقف عم بيقول وحتى مرحلة قال ما بدي احكي بعد، واجت استقالته مثيرة رغم انه من زمان هو عم بفكر، هل هو هربا من اتخاذ موقف حتى ما يتحمل ياخذ موقف لا ضد امل وحزب الله ولا ضد المسيحيين، يترك الخيار لابن الاستاذ تيمور حتى هو ياخذ موقف يتحمل ما يعمل اشكاليه مع الرئيس نبيه بري لانه هو كان ملتزم بعلاقه، واضح في مشكله. لذلك انا برايي حتى الان ما فينا، يمكن تتقسم اعضاء اللقاء الديمقراطي يقوموا ياخذوا عده خيارات،
يعني بدل ما يكونوا يتجهوا كلهم لخيار جهاد أزهر يقوموا ينقسموا، احتمال نعم هذا، وبتصير أحيانا ببعض الكتل وكتل بيوزعوا أصواتهم. طبعا. لذلك ما فيك تراهن الآن. الأهم بالمعركة الانتخابية إذا خسرت المعركة بين الأستاذ جهاد أزهر والأستاذ سلمان فرنجي، أي مشروع بده يتبنى صحيح، الأستاذ جهاد بس أزهر. اليوم إذا حصرت هذه المعركة بين الطرفين، هلأ عم بقرأ معلومات صحفية أنه قد يكون هناك لقاء بالساعات المقبلة بين جهاد أزعور وبعض نواب التغيير، عندهم بعض الاستفسارات. كمان أصلا لأنه بعض نواب نواب التغيير التغيير مقصومين. ما حسموا صحيح، قرارهم. وعم بيقولوا أنه نحن ما سمعنا بعد شو مشروعه وما سمعنا شيء منه. أساسا في منهم أعلنوا مباشرة أنه نحن لن نصوت له، وبعض مثل ما قال بده يصوت أسامة. بورقة بيضاء كمان. صحيح، أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، ما بعرف هلا إذا خانتني الذاكرة، يعني أكثر من نائب قالوا أنه ما بيعطوا أصواتهم لجهاد أزعور. هذا المشهد إذا وصلنا له، رحنا إلى هذه الجلسة تنافسوا جهاد أزعور سليمان فرنجية، ما حدا أخذ لا 86 وما حدا أخذ 65 60 صوت. بالدورة الثانية هيدي ضربة معنوية بالبداية لترشيح سليمان فرنجية، صحيح؟ أنا يعني نحن هلأ بلحظة، أنا طبعا مع فكرة انه يفترض الانتخابات الرئاسيه القاربه اليوم مش بس مقاربه ديمقراطيه تقليديه، يعني حقيقه اذا بس بدك تقاربيها مقاربه ديمقراطيه تقليديه بمعنى انه معركه رئاسيه، خصوصا انه الانقسام منه انقسام يعني بمعنى نوعي، بمعنى انه هون في سنه ودروز وشيعه ومسيحيين، كله هون في مخلوط. سنه مثل ما صار بالسبعين ومثل ما صار بقبل بتاريخ لبنان، انقسم لبنان لكتلتين، كتله دستوريه وكتله كتلويه، وصار في تنوع بالكتل. يعني نحن اليوم الخوف الاكبر انه والله كل الشيعة يصيروا بمحل افتراضا، كل المسيحية بمحل مثلا، كل هون بنصير عم نروح على، او معظم المسيحيين اذا في مسيحيين عددهم، بنصير عم نروح على انقسام مجتمعي، وهذا رح ينعكس سلبا لانه لبنان اليوم منه بمرحله طبيعيه، لبنان بازمه اقتصاديه بتحديات داخليه وخارجيه. مشان هيك اي مقاربه انا برايي للمعركه الرئاسيه يجب ان تتم بروح ميثاقية، بروح نوع ما وطنية. بس هذه المقاربة حتى اللحظة منا موجودة، طالما الفريق الآخر يعني الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله بيقول نحن ما بنتحاور إلا على مرشحنا. لا يعني لا لا وين لا، حزب الله المقاربة؟ عم بيقول نحن عنا مرشح بس مش جاهزين للحوار. إذا انحصرت المعركة بين جهاد أزعور، مفترض الأستاذ جهاد أزعور بده يقدم رؤيته. أنا بعدني براهن بلحظة من اللحظات يمكن نفس الأستاذ سلمان فرنجي إذا شاف إنه الظروف لم تعد مناسبة لترشيحه افتراضا، وكمان حتى ما يكون هو بوجه البيئة المسيحية كاملة، يمكن يقول إنه أنا بالله بنسحب لصالح الأستاذ جهاد أو ينسحب لمرشح تاني. يعني ما الأمور ممكن نروح على خيار بس تاني. واقعية هذه المقاربة يا أستاذ، يعني سلمان فرنجي لا، هو قال مرة من المرات إنه الأستاذ سلمان فرنجي قال إذا وجدت إنه الأمور مش ناجحة أو شيء يمكن ما كمل المعركة. أستاذ سلمان فرنجية منطلق اليوم من عدة نقاط قوة افتراضا، في نقطة قوة أضيفت له أنه لم يعد هناك اعتراض سعودي عليه مثلا، وهيدا البعض اللي كان عم بيقول أنه هو مرشح فريق ضد فريق بطل هو مرشح فريق. النقطة الثانية اللي انطلق منها عودة العلاقات العربية صحيح السورية، البعض اللي كان عم بيعتبر أنه نقطة ضعفه هو له علاقة بعلاقته بسوريا، طب كل الدول العربية عم ترجع على سوريا أو معظمها. الإشكالية الثالثة أنا برأيي هي الأبرز المسيحية، غير الإشكالية المسيحية، هو المشروع الإصلاحي. الأستاذ سليمان فرنجي جاي من هاي المنظومة اللي حكمت البلد، وهو كان جزء منها وكان شريك بهذه ما يسمى بعض فسماها فساد، بعض زبائنية سياسية، ما عنده مشروع إصلاحي وما قدم هو مشروع إصلاحي بالمعنى، رغم أنه كلنا بنعرف أنه المشروع الإصلاحي للبلد لا يتحمل فقط مسؤولية رئيس الجمهورية، بكرة تشكل حكومة وينعمل فريق عمل وخارطة الطريق. لذلك هو بهالنقطة عنده نقطة سلبية. بس آخر شيء، هو الشخصيتين إذا انحسر الصراع بيناتهم، وبعدنا هلأ ما انحسر، أنا برأيي في حال صارت هيك معركة ضمن روحية اي واحد منهم رح يجي ليدير البلد بروح ميثاقيه، كمان بتصير بتخف الاشكاليه الاعتراضيه سواء عند الشيعة او عند المسيحيين، لانه صايره مشكله شيعيه مسيحيه للاسف، يعني وصار في تحسس كثير. يعني هذا اخر مره يعني زياره مطارني لمليتا عملت البعض عند البعض اشكاليه، رغم انه هذا مركز وطني يعني بالمعنى العام، في جو حساس. حزب الله انا برايي وحركه امال مهم كتير اليوم بخطابهم يكونوا خطاب انفتاحي بمعنى استيعابي، وهيدي لحظة كتير مهمة، ويكون الدعوة للشراكة الحقيقية.
حتى بغض النظر اذا بقيوا على استسلامين فرنجيه طيب. او هون بعد او عندي سؤالين بهذا الملف. كان عم ينحكى وكان في اجواء قريبه من سليمان فرنجي عم بتقول انه الرئيس بري لن يدعو الى جلسه قبل ما ياخذ مؤشر سعودي معين. لما بتسال عن طبيعه هذا المؤشر بيقولوا لك انه انتبهوا، السعوديه انطلقت من الفيتو، رحنا الى اللا فيتو، بعد اللا فيتو اللقاء المباشر، والان نتوقع خطوه جديده من قبل السعوديه. في معلومات ايه؟ شو معلومات؟ في معلومات بتقول، هلا ما بعرف قديش مدى صحتها، انه هذا الرهان انه بالقمة العربية اللقاء اللي صار بين ولي العهد والرئيس بشار الاسد كان مؤشر ايجابي، رغم انه بعض الوزراء اللبنانيين اللي كانوا مشاركين عم بيقولوا انه كل الوفود العربية اللي التقوا فيها بالشكل الرسمي قالوا لهم انتخبوا رئيس ونحن وراكم. الموقف السعودي الرسمي حتى الان هو موقف نحن مش مع مرشح معين، بس ما عاد عندنا فيتو على مرشح معين. في معلومات تانية بتقول لا، في صار تعهد ما من ولي العهد السعودي للرئيس ماكرون بدعم الاستاذ سليمان فرنجي. مشان هيك هلا ما بعرف بانتظار صار في عوده البطرك الراعي من باريس، لانه لهلا ما مبين انه الفرنسيين تخلوا عن دعم الاستاذ سليمان فرنجي، انه لا يزالوا يعتبرون ترشيح الاستاذ سليمان هو الاكثر واقعيه ولازم نشتغل على هالاساس، رغم انه الفرنسيين. بس هو زياره البطريرك الراعي مش هدفها ضمن اهدافها، طبعا مش هذا هدفها الرئيسي، القول انه ما فيكم تتخطوا الجانب المسيحي صحيح بهذا بس الشكل. انت بالاخير بهاللقاءات مش بس انا مهم انه الموقف، مهم كمان اسمع الموقف الاخر. إيه بس فرنسا تقفز فوق موقف البطريركيه كمان. هلا هون في يعني انه في دولتين اليوم بالعالم كثير معنيين بالموضوع المسيحي وبالموضوع اللبناني، اللي هن الفاتيكان وفرنسا، وهو الدولتين عم يتعاطوا مع الوضع اللبناني بواقعيه شديده ودقيقة حسب المعلومات اللي عم تنشر، انه هن كتير حريصين انه للمسيحيين يروحوا على خيارات تؤدي الى نتائج سلبية، وبنفس الوقت ما يصير في تسويات على حساب المسيحيين. هذه كتير شغلة دقيقة، وهيك ما نقل من معلومات. هلا ما بعرف انا اللي بعرفه الموقف الرسمي الفاتيكاني، اهم شيء يصير انتخاب رئيس ويكون في شراكة داخلية. كتير دقيق الوضع اليوم، ما فيك تعمل مجاك. انا شخصيا بحكيك انا بمعنى شخصي، يعني انا ما بقدر اتحمل على المستوى الشخصي انه نروح سواء حركه امل حزب الله على انتخاب رئيس لا يكون لديه رضا مسيحي غالب على الاقل. طيب بس ما هن بيقولوا على هيدي النقطه، يعني ما بعرف اذا هو تسخيف للموضوع ولا هرب من هيدا الموضوع، بيقولوا مش صحيح انه ما عنده تمثيل، لانه عنده بعدوهم النواب المسيحيين اللي بيصوتوا لسليمان فرنجي. هذا الامر كافي برايك لحتى نتخطى موقف الكتل الاساسيه؟ هو هلا مره يمكن سمعت الشيخ نعيم قاسم حكي كلام وقالوا يمكن اذا رحنا على انتخاب رئيس وكان في 86 صوت، يعني بمعنى نتأمن النصاب، فبيصير هذه ميثاقية الجلسة، يعني ببطل في إشكالية على 65 صوت، وهذه فيها شيء كمان بالمقابل، يعني إذا بنحكي بواقعية العملية الانتخابية. أنا برأيي مش بس مهم الانتخاب، مهم الخطاب، مهم الروح. أحد الشخصيات الدينية ما بدي أذكر اسمه يعني حفاظا على شخصية دينية شيعية عم بحكي اليوم مستقل اليوم بجلسة يعني خاصة، بيقول كتير مهم، وهذه نقطة كتير حقيقة يعني حط إيده على نقطة كتير مهم نكون نحو بالاعتبار نراقب خطابنا. أي كلمة عم نحكيها عم بيحكي هو خاصة بالوضع الشيعي، أي كلمة أي موقف كيف بينقرأ من الآخر. أنا مش مهم بس حتى لو كنت مقتنع بما أقوله أو عم دافع عن حق من حقوق بعتبره حق لإلي، بس بدك تشوف كيف الآخر عم يقرأ. أي كلمة عم تنقرا عم تنحكى اليوم عم تتراقب، نحن بلحظة كتير حساسة ودقيقة. عم قلك في شغلة صارت، زيارة رجال دين مسيحيين لمليتا، مليتا أنا بالنسبة إلي حقيقة اللي بيطلع مليتا بشوف في فخر وطني بمواجهة إسرائيل. أزمة بس. مش معركة داخلية، يعني مليتا منا موقع صار بصراع داخلي، نعمل منا أزمة، دليل قديش الوضع حساس يا استاذ. طبعا في احتقان اخر شيء، يعني بلشت من رئاسه الجمهوريه تكفت بقصه الساعه والتوقيت، طبعا على سخافتها الموضوع، بس انه يصير في اجتماع بهذا الشكل وتتظهر انه المسيحي ما له كلمه بقى بهيدي الدوله، كف اجتماعات مجلس الوزراء بشكل طبيعي جدا، ما كله قفز اخر اجتماع ووضع مدير عام بالتصرف. مشان هيك نحن بلحظه كثير وطنيه دقيقه وحساسه، وهذا البلد انا بهالايام لسائب الظروف عم بقرأ كتير كتب عن الحرب،
أشخاص الله كتبوا، يستر. لا بمعنى حقيقة، رغم إنه أنا عشت جزء منها، بس ترجع تقريها بتشوف قديش كان حجم البشاعة، طبعا بشاعة الحرب وبشاعة هذا الانقسام اللي عشناه واللي أدى إلى مجازر كتير خطير جدا. نرجع نعيش هذه اللحظة من جديد، سواء بدي اشوف اذا بنعيشها رح نرجع نعيش هذه اللحظة، المرحلة المقبلة امنيا سياسيا نقديا مع الوصول الى تاريخ 31 تموز، ولكن بعد الفاصل. بريك وراجعين مشاهدينا، خليكم معنا. عودة مشاهدينا لمتابعة ما تبقى والجزء الأخير من هذه الحلقة. أستاذ قاسم قصير، من جديد بنرحب فيك. كنت عم أهلا. تحكي قبل الفاصل عن هذا الجو المتشنج اللي يعني ما تهزه واقف عشوار. يعني نوع من حرب بيقولوا مكتومة، يعني ايه بمعنى مش حرب عسكرية، لكن نحن نعيش حالة جو من الانقسام، جو من الصراع الداخلي كتير قاسي. طبعا ان شاء الله لا سمح الله ما بنرجع نستعيد الحرب الاهليه، بس لانه عاده بيقولوا مثلا انه الحرب تبدا بكلمه، عرفت؟ لانه الخطاب المتشنج والخطاب طبعا العالي الدوز بيؤدي الى تهيئه بيئه الحرب، وهيدي مسؤوليه الجميع، يعني كل الاطراف معنيه اليوم انه كيف ممكن تخفيف حده الخطاب. وهون اهميه وخطوره الانتخابات الرئاسيه، انه هاي الانتخابات الرئاسيه يا بتاخذنا على طريق المصالحة وطريق بناء الدولة مجددا ومسار وطني، أو لا سمح الله بدها تعزز حالة الانقسام ونروح على نوع من، يعني في حال إذا إجا رئيس بدون رضا مسيحي رح يصير في نوع من انكفاء، أو أكثر من انكفاء بده يصير في حالة هجوم. غير أحد الزملاء هيك طلعت الأصوات، بمعنى أنه يمكن المسيحيين يقولوا تعالوا خلاص بدنا نقسم أو بدنا هذا اللي عم أقوله، طلعت أصوات رجعت من تعززت فكرة برأيي الفيدرالية هذا والتقسيم. كلام يمكن منه، يعني في مين يعالجه؟ برأيي نحن بحاجة مهما اختلفنا مع بعض نحافظ على البلد، يعني هذه لازم نتعود انه حتى لو اختلفنا، بس في لحظة ما فيك تروحي على خيارات لا تأخذ بالاعتبار الجانب الوطني أو الميثاقي أو طيب الشرعي. تخشى نوصل فعلا الى هذا السيناريو الامني؟ يعني هون عم بحكي، اول شيء برايك ممكن يكون في دعوه لجلسه انتخابيه قريبه ولا ما في شيء راحت؟ مستبعد، انا بتقدير يعني كمان الرئيس نبيه بري ما في يتصرف بس انه هو ياخذ القرار، يعني بالاخير رئيس نبيه بري كمان بده يكون يعني محرج سواء داخليا وخارجيا، انه طب انت الان صار عندك مرشحين واضحين ومحسومين، اذا حسمت الامور بالنسبه لاستاذ جهاد عزور ما فيك تضلك تقول ما في مرشح، لا في مرشح، طبعا ننزع عن جلسه الانتخاب. وانا برايي بتصير جلسه الانتخابات ضروريه وطبيعيه، والوقت مش لصالحنا، هو كان قايل لرئيس نبيه بري لازم نعمل انتخاب قبل 15 حزيران، هلا صح. بلش يقول انه هيدا كلام مهلة حس محفز ولكن ليس، لكن بالوقت الحقيقي بيعرف الرئيس نبيه بري وبيعرف الاخوان بحزب الله انه البلد لا يتحمل كثيرا، رغم انه هن بيقولوا احنا بنصبر، بس اخر شيء قديش بدك تصبر؟ في ضغط خارجي وضغط داخلي، والناس هلا الموظفين كل يوم اضراب وكل يوم بدهم طبعا هيك، والوضع ما بيتحمل. نحن قدام استحقاق اصلا خطير، 31 تموز، انتهاء ولايه حاكم مصر حاكم في مصر واللي لبنان. بدات انا برايي من اليوم، يعني بس الدعاوي اللي تعدل موقف الرئيس نبيه بري، لانه في معلومات تقول انه ممكن يرجع يستلم النائب الاول وسيم ما بعرف، منصور. ما عندي معلومات، لانه هو كان اعلن بشكل صريح اكثر من مره وانه ما راح يستلم، لكن بالاخير بدك تشوف الواقع مثل ما صار بموضوع الامن العام، يعني قديش كان في حكي وضغط باتجاه انه تمديد للواء ابراهيم، اخر شيء صار الامر الواقع. لكن انا برايي الموضوع مش بس موضوع حاكم مصرف لبنان، موضوع إدارة البلد. ما في البلد يضل يندار بحكومة تصريف أعمال وبظروف غير طبيعية، بغض النظر عن شرعية أو دستورية هذا ما يجري، لكن اللي عم بيصير بكل قصة عم نعمل حدث. طبعا مشكلة مدير عام وزارة الصناعة، هلا وزارة العدل، موضوع المحامين، وبكره كل يوم بدها تصير قصة، وهيدي بتعمل تراكم بتأدي لانفجار. هلا صحيح الحمد لله لهلا الوضع الأمني نوعا ما مسيطر، واللي عملوه امبارح المخابرات باسترجاع المخطوف السعودي نقطة كتير إيجابية لصالح خيار الدولة وخيار بس الجيش. هيدي فقط يعني عملية أمن، يعني بأي معنى؟ البعض يقول انه اللي صار
مش بس عملية خطف مواطن سعودي إنه جريمة فقط هيك، اللي صار هو في رسالة سياسية أرسلت ردا على القمة العربية. لا أنا غير موافق على هذا الموضوع. نحن بنعرف البلد قبل القمة وبعد القمة بلد في مشكلة. أنا بعطيك يعني المنطقة اللي أنا بعيش فيها بحارة تحريك، كل يوم في مشكل، كل يوم في إطلاق نار، كل يوم في خطف أحيانا يمكن أشخاص عم بيتم للأسف نتيجة ترهل بالمؤسسات الدولية بالأجهزة الأمنية. في كتير علامات استفهام، في وضع مش طبيعي والسرعة. وهذه مثل ما صار بقصة الشيخ الرفاعي اللي بعكار، إذا بتلاحظي وقلت له أنا لبعض الأصدقاء أنه ما تبلشوا تطلقوا مواقف وتحليلات، انطروا. والحمد لله يعني هذه حقيقة لازم نحن ننوه بالدور اللي عملته الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية والجيش والمخابرات بسرعة، يعني ما تحمل الموضوع 24 أو 48 ساعة. أنقذوا البلد وأنقذوا حتى هول المحللين والسياسيين، أنقذوهم من مشكلة، لأنه كلهم أنا بلشت تجيني رسائل ومعلومات أنه هذا استهداف للقمة صحيح. السعودية الإيرانية، استهداف للعلاقات السورية السعودية. في البلد في جرائم، في مجرمين بالبلد، في عصابات بالبلد، وعم تعمل مشاكل قبل القمة وبعد القمة. الحمد لله تمت بأقصى سرعة، وحتى الخطف تم مش من طريق المطار مثل ما حاول البعض، صار ببيال. طيب ببيال منطقة لازم بالماحية أمنية مسيطر عليها، ما في هنيك لا في عشائر ولا في بغض النظر مين اللي عمل العمل والتصرف. حتى العشائر امبارح طلعوا بيان نفوا أو نددوا بالشيء. أنا برأيي اللي صار هو رسالة بمعنى تحذير لنا، بلد واقف عشوار. أي حدث أمني حتى لو كان حدثا، لو كان حدث أمني مرتبط بإشكالية جرائمية أو شيء، رح ياخذ دغري بعد سياسي. نحن امام موسم اصطياف. ايه هلا البعض كمان اعتبر انه فيها شيء بالملف الانتخابي، بمعنى اكيد قريت هذه التحليلات انه مفارقه انه يطلع قائد الجيش العماد جوزيف عون، هو اول من زف للبنانيين. اول من زف مديرة المخابرات فات على خط. هلا موضوع الانتخابات الرئاسيه خاصه بعد زياره السفير يعني السعودي الى اليرزي، يعني احترامي وتقديري، وانا بوجه التحيه لقائد الجيش لانه بحقيقه الجيش عمل طبعا بهذا انجاز، انقذ البلد. مش موضوع شخصي يعني، هذا مش بينحط بس يعني بحساب القائد الجيش، هذا بينحط بحساب البلد. هذا بلد معرض، خصوصا نحن بلحظة كتير دقيقة على المستوى العربي. نحن عم نبني اليوم ما يسمى صورة جديدة للبنان، وهيدي مشان نرجع لبنان، لأنه هيدي بتهم كل الناس. أكثر ناس متضررين اليوم من اللي صار هن بعلبك والهرمل، لأنه هي مناطق قابلة بكرة في مهرجانات بعلبك. طب كيف الناس بدها تطلع إذا في خوف أمني افتراضا؟ الشيء الجيد أنه عملك أن أول ما طلع الخبر، أنا بلشت بعض الأصدقاء يتصلوا فيه أنه والله بالمطار خطفوه أو جابوه على المطار، تبين أنه لا، دليل أنه الموضوع مش سياسي، موضوع أمني محض. وهيدي طبعا مهم جدا أنه الأجهزة الأمنية مش بالضرورة ترجمي هالشي بالمعركة السياسية. قائد الجيش اسمه مطروح، لكن لحديت هلأ ما قدر حصل ما يسمى حتى 86 صوت، لأنه بده تعديل الدستور. هل هو المرشح الحقيقي لقوى المعارضة باستثناء التيار الوطني الحر ومرشح القطريين والسعوديين؟ هلا بالمعلومات القديمة إنه القطريين كانوا عم يطرحوا اسمه، بعض الأصدقاء القريبين من السعوديين كانوا عم يطرحوا اسمه، بس حتى الآن يعني بالأخير العماد جوزيف عون إذا ما في خيار وطني متكامل ما راح يصير أي جمهورية. خلينا نحكي بوضوح صراحة، لأنه بده أما تعديل دستوري أو بده كتلة كبيرة جدا. لكن بالأخير هذا خيار رح يضل موجود لآخر لحظة في حال فشلت الخيارات الأخرى. وجهة نظر يمكن حزب الله أو حركة أمل، هذه وجهة النظر إنه والله عم ينطرح الأستاذ جهاد أزعور مثل ما صار بالأستاذ ميشيل معوض، بيكون بوجه سليمان فرنجي بيسقطوا اثنين، نبحث عن خيار ثالث، العماد جوزيف عون هو خيار. هذا موضوع مطروح. وليش هن متوجسين من هذا الخيار يا أستاذ؟ هلا أنا بمعلومات القديمة إنه كان حزب الله ما عنده، يعني بمعنى ما عنده مشكلة مع وصول العماد جوزيف عون، فما أخذ موقف، ما أخذ شيء سلبي. وقال مرة السيد إبراهيم أمين السيد كان ببكر كان إحنا ما عندنا فيتو على العماد جوزيف عون. هلأ بيبقى الرئيس نبيه بري عنده توجس، ما بعرف، أنا ما بعرف شو حسابات. أنا برأيي الأهم من كل هالشيء يفترض أول شيء الحفاظ على روحية الشراكة الوطنية بهذه المعركة بالذات. ونحن يعني انتخابات السبعين اللي هي يمكن كانت انتخابات حقيقية، مش هي اللي مهدت، الظروف مهدت البلد من بعد السبعين، بلش معارك ومشاكل وصلنا على الحرب. نحن مش ما فينا نتحمل إعادة انقسام البلد إلى انقسام عمودي. هيدي نقطة كتير مهمة، ويفترض بالخطاب بالأداء بالرؤية
خصوصا حركة أمل وحزب الله، لأنه كتير تحت الضوء بالمنطق، لازم يعززوا الشراكة. وبالمقابل شو عم تقول لهم يعني تواضعوا؟ لا ما بدي، يعني المرة الماضية حكينا كلمتين عملونا لهلا بعدني عم ندفع ثمنها. أنا برأيي مهم، إيه طبعا، يعني بالأخير أحيانا بتحكي كلمة يمكن بتكون من منطلق الحرص أو من منطلق بتتفسر بطريقة، بمعنى أنا برأيي الشراكة. الدكتور علي فياض كان عنده حوار مع مؤسسة عملها أستاذ إبراهيم نجار وزير العدل السابق وشخصياته، حوار كتير مهم حقيقة. سئل سؤال مهم، قالوا له ما بين السلاح والعيش المشترك شو بتختاره؟ ومحرج السؤال، قال له نحن ما بنتخلى عن السلاح الآن لأنه سلاح أمر، وبنى العيش المشترك، ما تخيرونا بين اثنين. الوزير الدكتور عدنان السيد حسين بلقاء معه قال لو سئلت هذا السؤال بجاوب بطريقة تانية، بقول العيش المشترك هو أساس والسلاح هو استثناء. السلاح ما وجد لناخذ السلاح، السلاح هو للدفاع، إذا بطل في ضرورة للسلاح نتخلى عنه، بس العيش المشترك أساس. وأنا برأيي هذا منطق كتير مهم، هذا البلد ما ممكن يبقى بدون عيش مشترك. واضح. وما ممكن إدارة البلد بدون شراكة وطنية كل الأطراف. وأنا كتير مهم، أنا برأيي إذا هلأ المعارضة اتفقت على خطاب اللي بده يتقدم بترشيح الجهاز يكون خطاب انفتاحي، خطاب استيعابي، تقطع نص الطريق على الأقل وبعدين نشوف شو بيصير بالانتخابات. نحن كلنا معنيين، أنا مش عم بحكي بس حركة أمل وحزب الله، كل الأطراف معنية، القوات والتيار والكتائب والأستاذ جهاد أزعور إذا نوى يكمل ترشيحه والمعارضة يقدموا خطاب تعالوا إن شاء الله إلى منتصف الطريق لكي ندير البلد، مش بدنا نروح على انقسام وأنه أنا ربحت وأنت خسرت أو أنا حققت اللي بدي اياه انت ما حققت اللي بدك اياه. انا بدي اشكرك على حضورك معنا الكاتب والمحلل السياسي استاذ عاصم قصير، شكرا كثير لك. مشاهدينا بنشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.